بنتكلم بشكل كبير جدا تاني عن محترفينا، الناس يمكن كتير جدا ما يعرفوهاش، لكن خلينا أبدأ معاك الحلقة مع الحدث الأكبر شوية، رحيل مفاجئ لكارتيرون للإدارة الفنية لنادي الزمالك مع علامات استفهام كبيرة جدا جدا على مستوى طبعا نادي الزمالك اللي في موقف صعب جدا، وعلى مستوى كمان كل الجماهير المصرية محبة لكرة القدم بتسأل ايه اللي حصل هنا. يمكن هي كانت مفاجأة طبعا كبيرة جدا، لأنه شبه من راجل مستقر مع نادي الزمالك، حقق بطولتين، صحيح بطولات من ماتش واحد، لكن في النهاية اتكتب له بطولتين يعني مع نادي الزمالك في السي في بتاعه. لكن من معرفتي بكارتيرون وعن قرب كمان، لأن أنا اتعاملت مع الراجل كتير، يعني هو بعيد جدا كل البعد عن الصدمات، ما بيعملش صدمات، ما بيدخلش في مشاكل مع حد، حتى مع اللعيبة لما في أي فريق دربه عمره ما دخل في مشكلة مع لعيبة ولا مع إدارة. فمن الواضح ان ورا الحدث ده مفاجأة ضخمة جدا 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 تخص مستقبل كارتيرون او خطوته اللي جاية. اتقال زي ما حضرتك ذكرت ان في عرض في الامارات، اتقال ان في عرض في السعودية، اتقال ان في عرض في مصر، اتقال ان في عروض بره كمان في المغرب، محدش بيأكد محدش بينفي، لكن الحدث نفسه غريب جدا. يعني من معرفتي بشخصية كارتيرون دي حاجة. حاجة تانية بس اللي استوقفني في الموضوع ده قوي، انه يعني انا ما بحبش ادخل في حته الترند والتحفيل والحاجات دي، لكن كنت شايف طول الفتره اللي فاتت يتكلموا عن ريني فايلر وهو في اجازته وعندنا مدرب ما بياخدش راي المدام وحاجات، او المدرب بتاع كوتار. يعني بيني وبينك يا كابتن مش حلوه بصراحه، موقف غريب جدا، وفكره ان انا مجهز شرط الجزائي وبدفعه وانا قاعد والحاجات دي، سيناريو اغرب من الخيال، ما شفتوش قبل كده حتى في الدوري المصري بصراحه. يعني ما شفتش مدرب راح فجأة كده يا جماعة الشرط الجزائي بتاعه هو السلام عليكم، مقرر، هو رايح مقرر زي احنا من بدري من بدري من بدري. ودي اللي هقول لك عليها، اكيد القرار ده مش من امبارح ولا امبارح، اعتقد القرار ده متاخد بشكل كبير من فترات طويلة.